يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، ومائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 29، الصغرى 16، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-16، بورسعيد 22-16، الإسماعيلية 30-18. أما في السويس فالعظمى 31، الصغرى 16، العريش 23-14، طابة 30-18، شرم الشيخ 34-22، الغردقة 33-21. وفي الأقصر 36-21، أسوان 37-22، الوادي الجديد 35-20، شلاتين 30-20، وأخيرا حلايب 28-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.